بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، أشركم وكيل لبب قول لباطني اللبات كم إذا من صحيح مسلم رحمه الله تعالى كتاب الزكاة بين كسو جري وقبا قبا باب التحريض على قتل الخوارج. أبواب تكو سابسان الخوارج تي أحكام تضيئة المامه هذا أي أساس سعودي باب كان نحكو سابسان يهي التحريض بورين أما قوبابين أما عرابين لغو عربيو مسلمين تا على قتل الخوارج خوارج تا دلكو ذا أما اللين تودا. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعبد الله بن سعيد الأشج جميعا عن وكيع قال الأشج حدثنا وكيع ننك لو حجنا واتقرني سادة عن وكور يو. حدثنا الأعمى سليمان عن خيثمة بن عبد الرحمن ابن أبي صبر واتقرني سان عن سويد بن غفلة البجلي قال وحوري سويد وتابعي كبيرة سويد بن غفلة تابعي كبيرة وهي نمنا صحابي بكرد أن تكو خلدمه. قال وحوري سويد قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إذا حدثتكم عن رسول الله فلأن أخر من السماء أحب إلي من أن أقول عليهم ما لم يقل. إذا حدثتكم هداني ذين كتبيه وحيدين كتبيه عن رسول الله رسول كلاه وحيدين كتبيه صلى الله عليه وآله وسلم فلأن أخر إن أنكسوا هبطوا أنكسوا رعوه من السماء عرك أنكسوا فكاذوه يا أحب إلي أنكتش على هاي من أن أقول عليه إن قبنا بارتصوبانها ما لم يقلوا حسن أرنين. وإذا حدثتكم هدان إذن كشكي فيما بيني وبينكم الرماها سياسية ذا أنيق إذن كذين لحيي كبل شأها فإن الحرب دقالك خدعة وهل مر الله يستقوي. إذن سببك حديثك كان يحاوي علي بحرق نقولها مركو هولا كلمه أما أرين وين أيد عضو أما وحي عصب لأركو يحرق وين يجاهده صدق الله ورسوله صدق الله ورسوله مركا قاركينا صدق الله وبلغ رسوله بأورن شري ضدك قاركيبا مركو حيوقا دان شرين قضيادان دعضي دعضاني أنه علم قوني أو كهيو نبي أو كتبني وهذا من عادته مركو وحلا كلمه ماشى دينك سبحان الله يا الله أكبر يا أذو حشكتان أذكار كلا الله تمادان يا سو رقم ولا هينو إذا صدق الله ورسوله أما صدق الله وبلغ رسوله أذ بورن شري مركع مضى قيوا كمد يا أصحاب تي سي يقول يا الرع عراقي الرح جاز إن بدون كمد وحيو قادن شرين قضية دان وكنت عليقي صدق الله ورسوله أما صدق الله وبلغ رسوله كنت عليقي إن علم جونا وكورنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام هذا كان مركع كاسو خلاص عارية وحي أن النبي كتبين يتوصب أن أقول ترنا يا أبو له مركا لكن السياسيين إنه هو السياسي صعود فإن الحرب خدعة إلا صعودا وحنا نبقى أن أطيرين يان لو تيرين علي بان نبي كوريين يان لو أرنين نبقى وحي أن كنا أولين كسو حيقة هي ستو سنة إذن كشيقية. إذا حدثتكم عن رسول الله فلأن أخر من السماء أحب إلي من أن أقول عليهم ما لم يقل رواية حدثك أولي هاي إن أن عرك كسو دعوه ويشين براي الدفان أما الضبايش ميل فوق إغطورته أيان كتش على هاي إن النبي كبين أبورته. فإن الحرب دقالكم مركا خدعة وهل مروا الله إزدقوا خدعة ووحل إسكود دقوا خدعة والله آخر ياي وإن أغار بضان تهيو صدح لها معنى والله الشيقة خدعة هذا تراضو ووحي مزدر مراء دي جرتيني وحال لقوة دا دقال دان أما المسعودي باوحي كوكبا قبوبيا وإن نقول كل راعيسان إنه كل درعيسان هل مروا الله إزدقوا والله قائل هلو. فإن الحرب خدعة مركة معنا واسدة وخدعة مرة واحدة هذا سيقول البوديار قروب عيدا كوكين قمية هاي هل مرض إل ضفته أقول لك اللي بين هلاي كل ما تابع هذا هنا أتكتش بتاغير كان أكل ريا وخدعة دي لحركي خدعة دي اللي لهذا وشيء قال إسكت أكره شيء قد يجيس اللي إسكت أكره أما قد بلغو قلي أما سير بلغا هلاي أما هبين بلغو قاضي أما كوفية الغوص وحدي ووحكا لسكاكا خدعة ووحي اللي سكوت لك رهيو شيء اسمي اللي سكوت لك رهي خدعتنا روح آدت كوت لك رهي نقرتها بطن أيا خدعة اللي ده هذا واتقرنا يسام وزنقاس وحكوية مادة مركا أيا ضابر نقر بطن ذلك سيسو حيلات بطن يهيو هل حيلات ولقا هسكت دبتاك نانيني حيلات بطن لا إمو شلي وحيلات اللي بنتو كوها شهد دبتاك توكا لك الحرب خدعة
خدعة الحركة وما هي دقال وحيلات بدين ودقار بدين هاوي أما والا يسكو دقرا أما هل مرة لقو دقرا ودقال كو دم هذا لبدا صدح ذا حركة بوالا أخرية وحان لو بدين هاي مدهوري مشهوركا الحرب خدعة خدعة باللو بدين وحاكو سوحيقا مد لبادة خدعة خدعة إن لقو ديل كان لقريبا مد استعاد باقو دم بيس فإن الحرب دغالكو خدعة ودغور وهاد سياسة بايغا تايوي وحنا نبغى أوتيرن ستو سنة هاي أورانين نبغى أوتيرس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نبي محمد أن مغاتنا ونبغى أن كحيان هاي إيغا دغيستبو سيخرج وحصوب حدونه في آخر الزمان أي في آخر الزمان السحاب في آخر الزمان السحاب السحاب هذا طبعا يا قضو آخر الزمن كود نول بحلو وشغا آخر الزمن كسو تاغن ياي سيخرج ودنا واحد نسيت اللي قد ينها يايو أدون كرم بابا إسكا آخر الزمن حلق النبي الله صوصا أدون قبل قبل إسكا هريب وبدن يا هاي نبي حلق الله صوصا إلى هذا أدون كتل قرر آخر الزمن بالله شوقا أنا بعثت أنا وساعته كهاتين وكن نبي يقول عليه الصلاة والسلام لكن إن آخر الزمن كسحاب الغفة سورة أيوة دبضا مريان سيخرج وحصوب بحدونا في آخر الزمان حلق الدم بأما ضبي غضا سحاب هذا قوم قليو أحداث الأسنان دادو دو أيرتا الأسنان وجمع سنن عمرك أنا لقوة ذا داد أي عمرك أنا لقوة ذا أحداث كنا وجمع حديث أو حدث أما وجمع حديث أو جمع حدث روح داد أير طيب أحداث الأسنان دادو دو أيرتا ويمرك دادو دو عمرك دو أيرية دلني يراع ملية سفاء الأحلام جمع حلم سفاء وجمع سفيه وذكرنا إيسان أحلامك وجمع حلم وعقلك مان قابن سفاء الأحلام عقل قدو يريها مان قدو يريها أنا مسكح بضني يقولون وحيورنها يان حق عربك من خير قول البرية من قول من خير قول البرية من خير قول الخلق باللوجدة من آدم وحي كوها الله شيء هو ناكسن بكوها الله يقولون من خير قول البرية آدمه يا إنسانكو يا مخلوقاتك وحي الشيغان كأخير بضان بيشيغيا وقرآن بيأخرينيا أحاديث بيوحكا شيغيا وناك بكفريا وحق عربك وذلك وحيدا ومقلوبة كتروا يقولون من قول خير البرية وأحاديث باصدها كتب وقلبي بكتر حديثك وذلك أوران رأي حافظك كمدي هاي إنك الصمرك الدنبويل وحادي عكرتين سيدا بأيتهاي وحانا فصيريا إن لوجيذو يقولون من خير قول البرية الألفاظ أهيد يتكلمون كلمة الحق لا يجاوز حناجرهم ويربي كوه الله يانو حقا دونتنا مرضا في السنو يحسنون القول ويسيئون العمل تسيس هذا الكي وناشينيا وحوانا كسن بشيغيا فالكوذ سوى كدوين هاي يقولون الحق والرواية كلي يقولون الحق لا يجاوز حناجرهم مركا أما ومقلوب له حات رضا وحلوج إذا يقولون من خير من قول خير البرية من قول خير البرية أنك كي أخر بنا أحد شريعة الدين كسب الشيء يا نبي محمد عليه الصلاة والسلام ويمد أقول يديا ما نقول رقم هيا أما ورد بن آدم كأو ناقصنا الشيء أنا حق الشيء يا ما نقول رقم هيا يقرأون القرآن القرآن كي أخرنا يا لا يجوز سكون دافين حناجرهم دون تضيق الحمه هذا يمرقون وحكسيبين كسيبين يا مكدسيا من الدين أي الإسلام من الدين كاسمرك أهل العلم واسكو خلافينه ولا من الدين من الطاعة هذه طاعة الأئمة أمرادة مملكة تلزكة جماعة المسلمين تين يوه جان سمان ويكامر قاتان والمسلمين تكتر سنادان بيديديا ويكسيبينيا وأن منك الدين تكف سري طاعة وحكمذا أبو القاسم عفوا أبو سليمان الخطابي باكمدا معالم كيسية أعلام كيسبة وحاحوجية وذاتك يا أبو قوام السنة قوام السنة الأسبهاني كتاب كيسة شرح صحيح البخاري ساس ومراسقنا حافظك جمهور العلم وحيلي ما ابن قرقول وذاتك مشارق الأنوار كسكالا قاضي عياد قليها غريب كي معاجم اللغة كهلنا وحيلي وحاصحة من الدين هنا والإسلام يخرجون من الدين أي من الإسلام هاي الدين كحقا باللوجي ذا الدين كطاعة هاي هو جنس كماء حديث كان عضين دونتو لفظ عضبا بإيمان دونه ساسا يقوي لهذان دم لها يمرقون وحي كسيبنا من الدين إسلام كي كبح هايان كما يمرق السوء قدسه السهم الليبكم من الرمية ماشي اللي قلوا فطيه
حيوانك لو دفتي عدود الله هلي. فإذا لقيتم هذا لكم لنتان فاقتلهم لا يا رواية أحد يقول لي فإذا خرجوا وهذا أصوب فإذا خرجوا هذا يصوب بحان وجماعة نقدان حق لو قروا يستقطوا مسلمين تخلافوا عيدا أما مضوا الضماء فاقتلهم لا يا لقاها مركة ولقيه خروج كابا لوجه ذا نبي قال لكم من مين الدرين صحابة الدرين هنا وكي أدي ذي وأنك صوم رينك يا أخوي ذو الخويسرة حرقوس ابن الزهير أما نافع بن الزهير التميمي إلا دلوكيد دون لكم اللقاء حلوج كذا أيقوا جماعة وعيدا ضمي وإزدياري ومسلمين تقوق عن صير الجون وبحي حاجة النافية تدقيو يديجي بنايسان وديار جرب هذا درجة مركا لا يو فإن في قتلهم تقال قضي الله ينتظر حكشرة أجرا ثوابي حسنات لمن قتلهم عند الله يوم القيامة يمكن إنك الله تقال لم يلا أجر بدن بيكه لا يام بحكشرة وذاتك سويد المغفلة هل كان حديث بو كوريا علي صوغ مرفوعة ويحكى له وموقفات يا مراسيل كله وهي صدرت ذلك دار قدني لورنجري أو حكوا الرئي حمزة الكناني صاحب النساء وحوير لم يصح ليس يصح لسويد عن علي غير هذا الحديث حديث كان حديثا كأهين سويد مغفلة علي وكوريا أصحي مجر مرفوع أجدا مرفوع كوره هذا كلو دور كوري دار قدني ما سوى حيل سو هذا كذا دقيق سنة لم يصح لسويد ابن غفل عن علي مرفوعا إلا هذا حديث كذا ضمر إنسان حافظكم حضور فائدة في عن وحول وما له في الستة في الكتب الستة ولا عند أحمد غيره سويد ابن غفل عن علي هل كان حديث باكدر في كتب الستة وفي مسند أحمد كم بس كله حمزة الكناني دار قدن الحقوق فائدين هول كلي حافظكم الحقوق الضري وهل كان حديث بس بعلي كوريا في جميع الكتب الستة صحيحين كي سورنك يمسند أحمد وموسوعة معلمة حديثية حدثنا إسحاق إبراهيم الحنظلي أخبرنا عيسى بن يونس بن إسحاق السبيعي وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي وأبو بكر بن نافع قال حدثنا عبد الرحمن المهدي حدثنا سفيان الثوري كلاهما عن الأعمش عيسى سفيان الثوري كلاهما عن الأعمش وحين متابعين هيين وذات كوريا وكيع هاي الثومرتين بهذا الإسناد السند كان كوريا مثله مثل الحديث السابق الثومرتين وكلاب يكحي مركة متابعة بو كان السند عام مركة لفظي كان حقوقي حالي كيادة مريسين حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا جرير يعني ابن عبد الحميد الضبي وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وزهير بن حرب قالوا جماعة حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش جرير يا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد إسناد كدمر أعمش عن خيثم عن سويد بن غفل عن علي بن هاد طمرة وليس في حديثهما لبلا انضم أبو معاوية يا جرير حديثك ذكو مجره يمرقون من الدين دين كي كبح آيان كما يمرق السهم سويلي بكو أقدسه من الرمية من المرمية إليه نافك اللقوق أنا أما ماشي تارجت كيه شيء كل لقوق رفتي أنا قصوم مري عند الطبراني وحكي مد حديث كان مرق ورني يا أبو جعفر الطبري وحكي مد يمرقون من الإسلام يمرقون من الإسلام وفي رواية يمرقون من الحق من الحق لا بد رواية مرق عضين يان دينك إن لو تشوف إسلام كي إيمان كالغوضه وحدثنا محمد ابن أبي بكر المقدم قال حدثنا ابن علية إسماعيل إبراهيم بن علية وحماد بن زيد وحدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني حدثنا حماد بن زيد بن درهم البصري حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزيد بن حرب واللفظ لهما لفظ هنا ودهن دنباء إسكال أبو بكر بن أبي شيبة إيه زهير بن حرب قال وحيدا ودهاسي حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو السلماني وذات كذي جرتهم ويا دمرك عبيدة بن عمرو وهم متابعين يا سويد بن غفلة يوم متابعين عن علي مرك حديثك وهم متابعات بضم وحديث الغوري في كتب في صفات الخوارج صحابة الله باطن يشان كبضن يا النبي حديثك كسو حيقة توريسة علي بان أقول روايات فربضن حيال قصة سيد خسيسي سيقنا الله شيري ما لين أسوق ويدنا عايشة إلا جوكتو أيو النبي وقيسة إنا يقولوا ديري دونانا أفشيغي عيد عيد الله دقال لما أسوقنا يانا نبقوا عدي مركا علم قونا أيو خوارج تهولود علي كهي لكن كليك ما وريو صحابة الله باطني دور كورو دافا يا لوري يا حديثك متابعاتك رقا تابعين تكوري طوام بكورو دافا يا علي كليك مركا وقيسة مشهورة عن علي
وعن الصحابة. عن عبيد بن عمرو السلمان عن علي رضي الله تعالى عنه قال وحول الصحابي ذكر الخوارج ذكر فقال خوارج النبي الشيغي مركاس وحول صوبانه فيهم وحاكجر رجل مخدج اليد قعنير قعن ناقصة مخدج اليد خداج الخداج والنقصان فهي خداج خداج وقد قرأت حديث قاركوت بسم الله الحمد لله ذكر الله مركز خداج والنقصان فيهم رجل باكجرة مخدج اليد كعندي سؤاي قعمها بني آدم كير طويقة قابان تاي أو أما سوحا كجرة فيهم رجل مودن اليد كعندي سؤاي تاك داران تاي مودن اليد أي ضعيف اليد ضعيف اليد أي ناقص تاي إيو أي تبرد داران تاي كليين لبدا معنوي والمودن من الرجال الذي ولد ضاويا بيدان وذا ده لغوين مودن ضد مقشو وعلان كروح ينقو علان نمو كل شيء أي أن رحنا وكلو عندي سبا عن علانا هيد أما ويكير ذك عمها بن آدنك أو مسدون اليد مسدون اليدنا والله مت قعير قعير ومرك قابن بأهيدوي لولا أن تبطروا إن كبرت هذا كبقين لحدثكم محددين شيء لها بما وعد الله الذين يقتلون على لسان محمد يعني ذكر الخوارج وعلي علي نبي كان أطيرنا مرك علي وحاوش وطه علي وحوش الخوارج ثم قاس وحول وحاكو جيرة فيهم رجل نبي كان أشيق هذه لكن هذا وحا هذا الكشيق هو علي لولا أن تبطر بطرك أسل كيس وأطغيان في النعمة الطغيان في النعمة أنت اللي بنتك أبضت وبرواقاتك أبضت وبرسماتك إنها تتقرن ويدو وقد بطران تال ليلة هذا سمالي بطران كان لفت الكيس ويستعمالان إرقى عربي ويربدلينه بطران وحا الله يستعماله نين هي ها نين تدعي وبرسماتك نعوذ كبضتي وإذا بدر رضا بطران كان ليلة هذا ونسكو العولين سكو ورقبين لولا أن تبطروا هذا نكبغينات كبرتان أما أبطرانتان مركز أغاتان أجر كان ليذيهين لحدثتكم محاندين شيء لها صحابه يتابعيني بما وعد الله رب أيب وهي الذين قوة يقتلونهم خوارج الليني على لسان محمد صلى الله عليه وسلم عرب كنا محمد أيب وهي قال وحوي لي وذاتك أها عبيد من عمرو السلماني وسؤال أبنى علي ويدي مثل هذا كويدي قلت وحان إذا أنت سمعت ماذا كم مقلي علي وحديد كان من محمد عليه الصلاة والسلام ماذا كم مقلي نبي محمد مسوى أرميه سياسة هاي الحرب خدع علي قال وحور سيدنا علي إي ورب الكعبة ها كعبة الرب قد أنقل أرتي أنا كم مقلي إي ورب الكعبة إي ورب الكعبة صدح جير أيو سيدة علي يدي أحمد وحاكوت من رواية عبيد بن عمرو سلمان رواية وحاكوت قتالهم حق على كل مسلم قتالهم حق على كل مسلم إن لا تقالما ونمان كان لوجه هذا قف قصر مسلمة يواجب كوية هاي حدثنا محمد المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي محمد إبراهيم عن ابن عون محمد بن عون عن محمد بن سيرين عبد الله بن عون عفوا عن محمد بن سيرين عن عبيد بن عمرو السلماني قال ألا لا أحدثكم إلا ما سمعت منه عبيد وحيري لا أحدثكم إذن شيء ما هي إلا ما سمعت منه عن علي كم قلي مويه فذكر عن علي علي وحكشي قداد كان ضمبي متابع ابن عون نحو حديث أيوب أيوب محمد كسورني رواية هريرة صومتي مرفوعا حديث أيوب مرفوعا أيها سوغنا وريي عن عبيد عن علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا ضوح نمرينا عبيد بن عمرو السلماني يسود غفل كلاهما يروي عن علي من نمرينا متابعتك لو كان الدون أمرك وحدثنا عبد بن حميد الحافظ صاحب المسند والتفسير حدثنا عبد الرزاق بن همام السنعاني أبو بكر صاحب المصنف حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان حدثنا سهل بن سلامة بن كهيل الحضرمي حدثني زيد بن وهب الجهني زيد بهذا متابعين وذاته لبضاه الثمرتين لبضاه تابعيه هوري أنه كان في الجيش زيد بن وهب الجهني وحكتري وكتر سنة في الجيش عيدان كالذين عيدان كاسو كانوا مع علي علي السعد رضي الله تعالى عنه الذين عيدان كاسو ساروا إلى الخوارج خوارج أبحاي كدوا لي مركي مسلمين تجد قوي يجدبا طبدا وقيستي فقال علي علي وحور رضي الله تعالى عنه أيها الناس دضوا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
رسول الله بان مغلو يقول له يخرج وحاصوب بحدونه يخرج وحابحدونه قوم قليء ومن امه مضي ذا كمذا قليء مضي ذا كمذا بحايا يقرؤون القران قران كاخرني من امتي وهذا ورقه في امتي وراب النصوم مري ولم يقل من امتي يمنا مدهن وانك صومر حديث ابي سعيد ليس قراءتكم قران اخر كنو ماها الى قراءته ما كقران اخر لو ايغو بشيء وحو ما سي قرانك اوتوسين هيان اي واخرن هيان اي اسكو ادين هيان اي حقي حق مخارج دي صفات كي ادها اي اوتوسين هيان ما كان اسكو كين ايغو وحو ما اخر دينك وحو ما اخر دين ولا صلاتكم صلاه دين ماها بشيء وحو ما الى صلاته ما كان لو ايغو ولا صيامكم صومكم ما اها سنن كات صوميسان صوم رمضان لغه الله سنن كات لغه الله وإلا صوم سيف عم الله وضع صومائي هدي مركا حق التهجد كي يوحي قدر هيان خيرات كلا أن لو جيد ولا صيامكم صومكم ما اها بشيء شو حق لا نقول ما هي الى صيام مركا صوم كود لو ايغو يقراون القران قران كي اد واخرن هيان توسين هيان يحسبون او يحسبون وحي موديا انه قرانكو اللهم ايغا انو تاغيري وهو عليهم يكون مقراتك عاية يعني قرآن كي بيقاض هيانو ميلان لاين بي كوعة من هيانو قردجح كبضا فهم كنو كويري هاي قلة الفهم ما هيسة لا تجاوز مرضى في صلاتهم صلاة دوضو تراقيهم كالحامه هذا جمع ترقوة وماشى لفتا لابتو رنا والاسكيد هذا يمرقون وحي كسي بنيا وانيكم مرق صوشي ناس الكيسوا شيء انو كبحو ماشو كقل ميلان كأهي وهنا مخرج كيسوي مدخل كيسو كلا دوان هذا خروج كقولنا والاسكيد مروقة يمرقون وحيكدوا السيان من الإسلام وغارتنا هذا من الإسلام من الدين ده غريد هذا من الإسلام كما يمرق السهم ليب كسوء وقبحه من الرمية ماشي اللي قلت فتاما شيء قال له لي لو يعلم الجيش عيدان كودي وقال لها الذين عيدان كسوا يصيبهم لين يو أصيبيا ما قود يوحي الله حكم اللهم أيها على لسان النبي من نبي وتعرف صلى الله حكمه صلى الله عليه وسلم لاتكلوا ويتلصارا لهاين على ذلك معرضين على العمل يو عمل كتشي الثانية عمل كاس بيتلصارا الجهاد كأيمان كجهادين أي خوارج الجهادين ثواب كي كهلين بيتلصارا اسكو هلين لهاين وعبادة كانوا بيرين لهاين لاتكلوا على ذلك الجهاد والقتال عن العمل معرضين على العمل عمل كي قابل لهاين كاس اسكو هلين لهاين بالي وآية ذلك نمنك على مد وضن وحاول وآية ذلك نمنك صباح يخرجك آية على مد سوحاو أستنتيسو أن فيهم رجلا وحاكجرا له عدد عدود له نن عدود لا كجر عدود وحال يا شنطة قربك هي اللي هذا يلبك قرب كوز هي حبان كبود وآية ذلك أن فيهم لعله بيدن قرب يا يقرنت لعله لعله انا ما اركه لعله قال طيب وآية ذلك ان فيهم رجلا نبا كجره له عدد باني يدغان لعله هايدين دغان اه نسخ الله حسن ايت تمام له عدد او لعله عدد انه عدد لها لغا يابو وليس له ذراع ردنا ان لهين غانت سدن بو هلكني كسوبخدا انتن وي وابا انتن ما بلا هاو ردن ما بلا هاو يجقليه يسخل وحا ترى ادم على راس عدده عدودي مدخيده وحا كو يالا عدودي مدخيده وحا كو يالا مثل حلمه الثدي ناس كابتي سوكل ناس كادان ابتي سوكل هلكا كغا يالا غفور عدودي سا عليه وحاكو يا لعدوداس اما الناس كي ابتيس وحاكو يا لا شعرات بيض تماع عدبا كو يا لا ورواد كقاركو كنت المامين شاربتا يان يورتو كالي يان يورتو سمي دارك شارب بيلي ذا شارب تيدونا تماع دار وعد عدو مصيبا اوي كواسو كلا برتن كي يا افكا عدوديس ليش فرو كسو بحلا هي سيدنا علي وحور مكة فتذهبون نقول مركا قابك لو أبو ري قابك ويقيا مركا حول الشيطان بويقيا وحديث بوحوت المامية مركا خوارجتي إلى الله وأصي لك حيلي يسيدنا علي وحو ننك يا قرني يا يقان ننك
مسلمين تي دقالك جوينين كم بدأ وحويري نقا نقانو وهبل هبل أو هو يدي بابا جوكتا هبرت لا شيء بعالي لغوير ووريست بنيها كور بحي برزاد حالك سياها يا كارد علي قاب كيد نقول كسوا وحي ترى أنا حيلة شوقي ترى وحيلة جاهلية قبل الإسلام ومبا مال مال ما كم بدأ أنا أرجل لشوقا مجيري لشوقا ما حوري لشوقا بوحة ضرر واحد موده حرب يقو فريستي كده ما كان بيرسدينا إن لي تجو كلام مودة أوربان كو قادة كان أنا كده لايت مركو وابا فرح جنب على جيابة نقول فرح جنب إنه جاي أي أدعى كرتا سيدنا علي مركو حويلي فتذهبون محاد أديس إلى معاوية معاون وصفيان كدوليس وأهل الشام ريشا وتتركون موحد كتجيس هؤلاء يكون خوارجته يخلفونك ويقو إذين دوامرها في ذراريكم محستيني وأموالكم هنتدي تلايا قرب ما أبوري إن الأمك الشام يكدو شان معاوية يقول يهاس نمان كان أرضى إذين فدي كفضو الشيدانا أتكتك إلا حرورة بيسكو الرسيون وكفضو الشيدانا وان كديرين بور حرورة اللي دادي فديان ويعيدا كو أمامو ده يعني سيديت كون أما طبان كون عقاقيني مركا يبحين أفركم بيهاي كد من وابطين marka inaan taa duul markaan dhaqaanay reerii yaruutu noo doomaran oo muslimiinta baabiyaan gar ma abuur nimankan hortaan meel saar nimankan meel saar wallahi allah ku dhaartay inni la arjo waxaan rajaynaya an yakuuna inay noqdaa an yakuunu inay ahadan haulaa alqaw khawarij nabigu u tilmaamay kuwan inay yihiin baan rajaynaya maxay yele fa innahum ayagu qad safaku wahidat shin adama alharama dhig haramay daadiyeen wakii qabab ibn arad wiilkiisa abdullah ay dilay way adoontii suriyadna ayaydu xamilay intay caloosh ka dooxeen ilmihi yaraana ay dilaan ayna ay kala gooyay asoo ayagoo wato asoo u xiran yahay waxay soo mareen beer nin leeyahay markaas mid kamid ah miraha dhulka dhacay intu qaato afka gali mid baa wuxuu maxaa afka u galisay miraha maxaa soo madhici karto nin dhimmi ah oo kitaabi oo nasrana ama yahuuda beerti inay tahay oo magan iyo amaan ku jooga muslimta dhaxdooda يكوب بن إناد عنتو مريهيس عبد الله بن خباب وحوري من هذا أدخل الله من إنسان يتسكي على الإنسان أنا كحرم وين يديك أنا يتسكي إلى لي ساسا لو في روالة سيحي ويقور عم إسلام تنا على شيء قد حلمين يرانا والرعية حولي مسلمين تفوفين ويقادين ويغني من إشتين فإنهم قد صفقوا وحيد داتين أدام الحرام ديك حرام الداديين وأغاروا وحورين في صرح الناس فوفتي بناء ضدك مسلمين تصرح وحولها فوفة أما الصوفة صد هذا فوفية صوفة ولا إذا ذاي وأغار وي ويرنا أما وي وقادين بفي صرح الناس فوفتي مسلمين تحولي صوفين وي قادين ضد يدو يميدن ما يزن إذا بدبادنين فصيروا على اسم الله إلهي مقعي يقول لقاقه نمان كان يعس كرها قال سلام لكي الوحيري فنزلني وحيي دتي يزيد وهب منزلا منزلا قاب كيلو دولي الى اي لو تغاي كلو ميش لو فورتي اي لاسين مري اي لو نستي صحابدي عالي كوسن استنبو اي تلمام غرو غرو اي تلمام اي غوب غوب هلكاسان ارورتي دغني وان كررني بر دور هلكاسان كفرنا هرغلي وا كعروني هبين هلكاسان كدلمني واي كبريان ككلهني ميلاب لان تغني وحو شيغي وددي لا قادي او تلمامي فنزلني زين وهب الجهن وحو دجيي منزلا منزلا في السير والبكي الى سفر والسفر حتى قال الى ايولي مررنا وحان مر مركه دنب على قنطره بونتان مر وبي مركا كوفا اكتد مر مر يغبشن هذا العراق بكو يا لميد كميده وحرو ادوا ايا قنطره بونت لو جده على قنطره بان مر قنطره مركا مغعبيلد عان ويد قنطره دبرجان هي زبرجان بوالا شيغا زائن الاخرين دال الاخرين بوالا شيغا وعان ادي زجان نقول يا اخريا لكن دبرجان بلو بدن يا ان دال الاخرين على قنطره بوندان مري وبيغ لو غويو ان كو دوان فلما التقينا مركانو كلني وعلى الخوارج خوارج مركا وحا امير يومد مالك اذا عبد الله بن وهبر الراسبي الازدي نكاس اياوها امير كاها عبد الله بن وهب الراسبي وانك هو قامنا يا خوارج مالك يوم النهروان مالك القدر قال لهم يوم النهر والله يقانا مركا وحوها نينكا صاحب علم بالغش نين اقون لانه اقون بضن صاحب علم وشجاعة وفصاحة
وعبادة وزهد بلغت المام في التراجم كل قد ما كانت في رسال بل وحوعان كوا إلا إذا لغت المام ذات ففينات بلونجر صاحب الففينات نيجي يقول فلاد كي سبرت لها وجهي سي قعمي سي لو يها اللغة سو عبادة بنا وسجود جري يقول فلقد بين نقطة سبر بين نقطة قعمي سي كلبي سي لغة بين نقطة نقاسو أها نقاب يوم مصيبان أواها نبي قو سوق قاري ونولب النبي قو سوق لكن نبي قو موسى أرق دقال لي سعد نقاس عراقي فارس كو قبطان رقي كقيب قاتيب أها دقال لي قادسي رقي جوغيب أها كقيب قاتيب سيدنا علي دقال لي سعراق يرشام نو كقيب قاتيب يوم الجمل يسفين يووجوغ علي بو طاقرو أها مركي فنادة دعوية وتحكيم كي لي رشام يرشام عراق هل هي سيء وهالله صار جدي رجع كبي الديدي وأي لا حكمة إلا لله يتحكم كديدي علينا التكفيرية مركز ضمبي ننكيو ننو عاصو ننكو وعلى خوارج خوارج وحمرك أميروا يوم أيد المالكاس عبد الله نوهب الراس بالأزدي فقال لهم وحكوا أميرك خارج جا حرتي سحكوا لي ألقوا الرماحة ورمها طوروا له ورمها طورا نمان كسان شاب أرناهنو ودغالكو اهل بوغو فود لسوغليو ورانكا لا دغي وخي ورانا كوما دغالمين ورانك مقت ورمر ادهر با لا استعمال جيرو 2 متر ام 3 متر كدبن نونكا سون كوسو دوينو سومر اي برتاس ياد كو دفنيس اما واد كو توري اما لو بهايو ادب كات كو توماتي مركا مرنو سيداس فود هلا غلي سيف توان لسكوت لسروت كو برتا لا اسكا اصل القى الرماحه ورمها توره وصلوا وصلوا سيبا سيوفكم سيبين قالك كربحة من جفونها قالك إذا كبحية محاج ترو ورمها اللودي وسيفا قالك اللوقة بحين تانو سيسع عنه حربا إني أنك جارسين ولي فإني أخاف وحنك بقاية أي ناشدوكم إنا إذا ضاريا كمان ناشدوكم يوم حرورة إنا إذا ضاريا وقالين ألمي هاي والكتاب كربي أنك كربحنا يده هذا yaan ka baqayay markaad indhaha saartaan ba warmaan xaq loo tuuro seeftana galka laga labaxo nimankana dafal leeydaad yaaban lagu simin ba xilli ay hadlaan ba naqaska lagu dhajiyule Cali iyo xirtiisii iyo saxaabad fa inni akhafu wa han ka baqaya an yunaashidukum in ay dhaariyaan oo ilaahay idu xusu idu ehbiya waraalihin allamaya kama annashadum sidii in ehbiyeen yawma harura ayuma sifin bu ujeeda haruka lagu dagaalamay ma jiro دقال كسفين بوجوغي سيدنا علي ومن معه ومن معه يكون دقال لمي مالك ومالك ري شام لوك طلب بحي لهاي دقال كمركو السعودي وحاقوشي عاصره لقا قاتل ري شام مركي أركينا يتشبيا يعمنا عاصو نادو عقل بنا الداهية دقال يحوي له ورمان طوي نتشبينا دب دنبنا معاوي فودل لقل ما هي محاين نصمينا معاوي الله تشدي عيدين كسول لي أنا يوسيد بالك اللوجي لمركو أركي يحوي له كتب قرآن عن سوق قادنه ورمها أن كم من أن رهنا بينه وبينكم كتاب الله علي وحوله ووقاف هذا كتاب قرآن هو أركو دقلك وتوجنيا المدر ويز تقنا كارتلا وحاكيني عمن عصبا كيني كانوا تيبوا خوارج كهالله يا نين كان مركا خارجي جي عبد الله مور رأسي ما نكرك كتلية هاي وركا كتاب كانوا كذي وكتاب قرآن ما نمكو كرويني علي ودقلك وط ويش شبه إن ما كيان لقيت وتجني حبط كتابك سوكي ديدين ما ومسلمين تصرع الوكري واي ريشا هذا مركا يتشابين ولا هيقوش النقاسي كتابك الله قادم حوية رقبوا أهواي وكتلي إلا قد ديدي علي ولا مايا مسلم كتابك عن قول بحان علي أنا وهذا حبت قوة ماي بل أنا رقم تيبك الله يا خارج وحولي سي هذا كور ريشا كتابك النوغو سيري يعني كتابك اللغو سيري من علي حرتي زمانت فود هلا قلي وركوا أدفانتين صوما سيفين وي إلا هذا دقال كان نهروان وحورع هي صدنا يسديد هجرة سيفين وكوري لبس أنا مسند بكسيوري فرجعوا لابتين قليه مركي السعودين يدي بيسكون نقدين ورمي هذا المال لقيت سوتي كرو لقوا لأن كرو لقوا طورا ورم ورم بنانك لقوا طوري معي فرجعوا لابتين فوشعوا فوحشوا عفوا فوحشوا وحيق طورين برماحهم ورمه ذي بيتورين وحش الرجل إذا رمى بثيابه وسلاحه مخافة أن يلحق عليه هذا مرك العريسه اللي هو عرسانه إذا اسفوضيسه وحطورته وحشد الليل هذا
kabta tuuri oo karinta tuuri oo boorsada dhigi oo covidna tuuta laga yaaba mar hadii lagu caayirsanayo marka si aan laga fiirsanin yeyba u tuureen boormi baa lagu yiri farajcu waa laabteen khawaarijti fawaxashu waxay ganeen oo tuureen si ay ka fiirsanin birimaaxin warmahoodi wasallu suyuufa seefina waa siibtuna galkay kala baxeen washajarahum unnaasu dadkan waxay ku wareemeen ayaga khawaarijtaha birimaaxihim warmahoodi muslimiinta kale warmay wataan khawaarij oo seef galla la ordaye markay soo baxeen warmo dhaadheer un baa laga horgeyey waa un lagu mudmuday uun sida fargeetada raashinka loogu qaata lagu qadqaata talaxumada eeg wuxuu sameeyey talaxumada washajarahum unnaasu dadka ku durqo ku wareemay birimaaxihim طعنوهم بالرماحين بالوجه يقال شجرة فلان وفلانا بالرمح مقد وران روحك اد كقتميسو ايا شجرة ليلادة هذا وشجرهم الناس ضدك كوور اما كقتن شيء بالرماح ورمهودي واقعين قال حولي تابعي وقتل بعضهم على بعض بركود ببركود ولا ستوب صاري ويهات ولا كي صور دورن كفرده كي كور قدلعي وقتل بعضهم على بعض بركود وبرك اللي قد دلدلي واسك دلدعين وما أصيب من الناس يومئذ إلا رجلان وما أصيب لم الدلين أما لما أصيب من الناس أي من المسلمين علي رجل السعودي باللوجي هذا يومئذ مالكاس إلا رجلان لمن نموية لو نبغى أنه مالك أنك دم التيبور أيونا سيدي بالكي بيقول لي هذا واسك دلدعين ولا رستي رواية أبو يعقوب الفسوي يعقوب بن سفيان الفسوي خديب البغدادي عن أبي مجلس لعاق بن حميد وحكتمت كان أهل النهر 4000 أهل النهر 4000 فقتلهم المسلمون ولم يقتل من المسلمين سوى 9 سيال بمانك أكدمت إنت أصدق أدو زيت إنه أهل الجهن مانك أصدق أركين بألبا أهيد مويين رقر إنتي مسلمين تمانك شهيدي سيال بأهاي عند طبران من حديثي جند عبد الله البجل أصدق حكيمت إنه علي جري لا يقتل منا 10 ولا ينجو منهم فوق 10 حوري أنه طبان نقرد من ميسو أيوغونا طبان كبضان كبت بادي ميسو عليه حق بكاهي سيدي بين نقطي مسلمين تسقال أما طبان باكرد من أيوغونا أفرت كن رقان طبان كبضان نين باكفيك تالي صدح كن إيو سقال بقول إيا سقاشن باس ميلا دقي هذا وطال حمم حوري وحل بصور دقي إذن كو سيب كلمة الأرض هي نمك قال كجارزين تس كتاب كرو قادم كتابك بقى عرها يا حور مركا جند فما قتل منا يومئذ 10 ولا نجا منهم 10 ترى بقى عاد طبعا نجمع دم من السجال بنا قدمت مات أيقونا طبعا كمان في جن السجال بابا كفك تام سيديت بفيك تيبا يعني ما شاء إلا رجلان ناس إيه ولا حيوك بدنيا وعلى حسب أنتوا أسوق أركيوي فقال علي رضي الله تعالى عنه التمسوا الرادية التمسوا دوندونا فيهم جدود المخدجة كدوندونا ننك علانك أم عريانك كفر كبار رقم ماشي كل هذا فالتمسوه ودوندونا ورادين فلم يجدوه ويواين صحابة المسلمين فقام علي بنفسه علي با استاقي اسكو استاقي حتى أتى ناسا إلى أتقى قل يا خوارجو قد قتل الذين بعضهم على بعض استولي يا لور رستيسن بأتقى قال علي حور أخروهم كالقاضة لمن كان رستيسن بالكالقاضة ونبال بمالدك فوجدوه أساق بيهلين ننكي عريان كهاي لصوت الماما يهلين مما يهي الأرض صور الكحيقة ما الفرق ولي بركبة كل عدين لباتن طبان استولي يا لور أيو كنك أهو سيبوها اللي هو رامب عريان بوها على المحاوذ فكبر علي با تكبير صدي روايات حديثك كميدة علي وحشيغي يا نينك علي وبي يقانيبا علي انتو كوفت شوغ اما مدينة شوغي ضدك ويمن تري لقد ان تري لقورا ان تري حرت كحرا علي بو اها علي امركو اركو يحدو ارن تري قولي صواب حدونا اتشرا او كتشرا ننو عانو اساقو تلمام تري اساقو تلمام تري مركاسو لبسن تري كان ولي تري علي ادو كو دليه علي سادي الله مقعابي حرت كسو حرنتي دب أسكت دب سعوت النين كان ربك مدعى مركو النين كغركو يوز علي حسين جنبي حديثك أشيك مركو حديثك سيجي تشري جند بحوري يزيد من وهب الجهني نين كبا واجد نبحوري بصدي حلقات علي إنه يمادو
لكثرة ما يذكره علي من صفته. علي مقت يدين علي جيرك لهي معلي جريد كما قص الله هذا اللي قلت لك الله مقت ما فدين كرتيد وحاجر أن هبل ساو إيوه مرضى وأنا سيل الدونه هذا مكوع العلي مرضى بلا الكسور نقول ميس مالها أم بدك تكني نينك فدي وهو لك شو بصدي شيخ شيخ دي علي بود بصدي تلما ما خوارج علي شيخ بود بصدي وقع على رايح القدس وحكم بيركبون وراعي مركضهم برتب علي اسكهله فكبر علي بتكبير صدق مركو معجزة وغيب وغيب يعني هذا ذكر كيس وانه اسكت انت ما دعكر تدادون هبين ووحينا بيكون شيء وصلنا هين ما ضدي كره نين كان إلى شو حرت إذا مردو ونسيلي دورنا دقال ما سكور من دورنا أصدق أنا تلمان إنه ما وين العلم غيبه هاي صديق عليه قلفه بس كده يكره موت الفجر فكبر أو تكبر سيدنا عيا الله أكبر وهذا عادة المسلمين وحيكون فرحان مرك أركان إنه تكبر صدا رقم بيقوله المسلمين لكن صومالي وهران ميسن أقون وهابي ذا برتي وهابي ذا برتي صومالي ميسن أقون مرك واحد يكون فرحان أركان إنه الله أكبر إلى هذا وهابي الله تمت مسلمين لكن ركوز توي قانا يقول تكبير بيقوله يهين هولي رد يسكوها قاك ويكسي الدينية صومالي ذا حيري إمارة إسلامية كدن بيسو إسلام كوينا كغفي عناين نقول رمي قولي إسكلور داية وينو بضنين وحينو حيابها يميلاس إمارات كي تضبضها إمارة زيلع أوفاد إيو إمارة عضلية هولها وحسوك قارة إلى إمارة كدسنة رواندا إلى موزمبيق هولها ربي مبحثين انت كالي رمي قيد قيلي داية هولها مفهمة هيا تكبير مركو حاكيني وهذه اللتي هذا والله وضيقانا فكبر وتكبير سيدنا علي ثم قال وحول صدق الله الله رنشه وبلغ رسوله رسول كسنا ونسوه قال يفرمه علي قال وحول صحابه فقام إليه عفوا تابعه حديث كورنه فقام إليه عبيدة سلمان عبيدة أو إستابع عبيدة نركر واد ورنه هذا وزيد وهب أنه هين صومه يتودن بس زيد وهب فقام إليه عبيدة سلمان بأو إستابع عبيدة وانين كبار التابعين كبار التابعين نورب النبي كسو قال هذا نووين وي وتابع كبيرة رجع عمر يا أبو بكر يا كل ينو سو قال برلا رواية كله يا بدن كوب فقام إلي عبيدة من عمرو سلمان واستقف فقال وحري يا أمير المؤمنين مؤمنين تأمير كوديو الله الذي لا إله إلا هو لا سمعت هذا الحديث من رسول الله إلا وحيوك يا عبيدة سيدنا علي مربا إسكيد هذا صدق الله وبلغ الرسول أسوى الحديث ورنا ينبو يقاني مركو حور ربعينه كلا صاره وهو شو كلا صوح الله الذي لا إله إلا هو الله اللهم ين أسوى عدك لأي سنجري بانكو قد داري لا سمعت هذا الحديث حديث ما أضع كم مقلي من رسول الله قال وحور إيه والله الذي لا إله إلا هو ها الله اللهم أسوى ما يألك لجري بانكو دارتي أسوى كم مقلي حتى استحلفه ثلاث إلى صدح جير وداري صدح قرب وداري عبيدة ابن عمرو السلماني سيدنا علي وداري وهو علينا يحلف له ودارنا إيوه حافظك إنه وقاسكو يرخلافي مقصود كدارتا نوو حولي يزغو حول دارسنا يا عبيدة هو شووه با إن بضنب علي كم مغلاي تدكنا عامدا أما الرئيش عمي وركو وقاري الدونة أما الرئيش عمي حجاز المسلمين تنشوقوا الربائين هوش أيه بصدانو سبعا أفهمان وقادان علي علمك خاص كقضية وكهيو يا صوغ شك كمقبين وحنا ما عدي سنين نوي بقاب كأفسري حابتك وحولي هاي ما يا صوغ عبيد قدقي ساعة عدي سنين لأنه عادة علي وحي أهيدونه إلى هذا شيء والبول لوبك عمل الله يابو صدق الله وبلغ الرسول سوى أجهد دينتي أحكامتي ذاك الأجهد لأن الحرب خدعة أو خدعة لبدا معنا بوا سورة قال ينو ربينو أسوى عدي سنة وادعي كرتا مسلمين تنوع عديها وشا أيضها حدثنا أبو الطاهر ويونس بن عبد الله قال حدثنا قال أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرنا عن حازم يعقوب المصري عن بكم بن عبد الله الأشج عن بصر بن سعيد عن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعي قلابات صدحات بين مرينا مسوكي أفراد سويد بن غفل عن علي بن صومري إيوز زيد بن وهب عن علي يا عبيد بن عمرو عن علي وأنك أفراد سماها
عن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله أبو رافع القبطي أياد على إن كان تابعي عبيد الله مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أها مولوه وأبو رافع مولى عبيد الله معها صحابي أن الحرورية لما خرجت حرورية ما كي صوب بحين وهو عبيد الله هنا مع علي بن أبي طالب الله صعده قالوا وحيدهن لا حكم إلا لله حكم يا مامل ملها وحن الله كأهي أحدا الله كأهين حكم ملها لا تحكيم للرجال تحكيم يا حكم لما أقوله إلهين بحكم كإسكاله إن الحكم إلى الله بيك قاتل قال علي وحوري وكلمة حق لا حكم إلا الله وكلمة حق ونبأة وصح وقاعدة إسلامية أريد بها باطل لكن إذا بدرها الله قوة أقول أريد وحالو قلت بها كلمة حق باطل معنى خلطن بها اللقوة دا وحق لكن معنى خلطن بها اللقوة دا حديث قصيدة سوحا كميدة حديث قلت لك رواية عبيد الله مركز سيدة إلى هذين يسيدنا علي كتاب قرآن الله يكير لا حكم إلا لله كتاب قرآن الله يكير كتاب كلب حي مركز قدي حوري مصحف وهذا كتابه هذا معنى خلدن مس خوارج بخلدن وطابت وقدي وقدي والله الله قعنده صاري شيخ برا وش ما أدري بكتير مش رجل وحي علي أو كتابك والله جهل يا سوق مهلا كتابك والله جهل يا أو علومه كهل سو عقال باكه المسلمين باكه اللي يه أسوى خطي حروف قرنوي مع اللي ندقوا لوي وين لقاه اللي يواصل الكتاب قد قدينيش كدا جوكت كتابك ها مركز وقرمة وحيري حق ليقى مسلمين تي يتلضى إمام الكودين لو صار ضدك على حكومة ما حد بها كتيرة هدي اللي وين خفت شقاقة بينهما فابعثوا حكاما من أهله وحكاما من أهلها وهويني ننس قبت التحكيمي حكم الله بعضي وقاد للدلي ومن محرم معتمر الدلي الليلة الله صاروا يحكم به ذو عدل منكم الليلي وربيق المسلمين وقياس الأولى هذه وحلو رنجري وأنا حجة بإجماع أهل العلم حتى الظاهرية أقول قياس الأولى بل هو حجة حتى في العقائد والتوحيد في الفرعيات في كبداي في صفات الله بحجية هاي هذه اللي وقاد للدلي حكم بيقبها أنت هاي وهواني ولا تسقب تحكم بيوباين ليري مسلمين إسهردي وديكو تسكو داتو اسكو باباي وصحابي تابعين باله إلا غادح قلو أولا يا بلوكور قلو يا قرل يا يقور ديبتان ديبك كجر معوية لا حكم إلا حكم من حكم الله ويتحكيمك قرآن كان كل حسنة ومن حكم الله أيوه وحير روائنا دهان تحكيمك كمين ماها شريعة هذا كمين ماها إن وذاتك إن وذاتك يقور ديبتان وداو حسانو هول بان اسكوهينا محكمة شرع الإسلام هذا ما هين دولة هذا مجرد إن جاوا إسخلاف سبب وأن كوجر ديفنية أنت حاجة أنا أكور قشط فيروس وحي إله الدين ككابر نو كلا حكم محاكو شبان وحدا وقانون الطاغوت خوارج صيده عين محله هاي بل هو من حكم الله وأذفان تنبه إلى تاي كلمة حق أريد بها باطل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي وصف وحوت المامي ناس قلوا نوت المامي تلمان نقسي إني أنا الله أعرف صفتهم تلمان تضان قرانيا في هؤلاء كوان أحوان كاركاب تلمان تصبون نسي إن من كان يكون موقتا مهما وانما يكوت مدي إنما يكوت تالي نمن كان يكوت تالي يقولون الحق حق إجادان بألسنتهم أفك باركسي حق محافظان لا يجاوز مرافة هيو هذا مثل كذا منهم حقه يعني أفق مرة أفهاي أمر دون طن مرة أفهاي وأشار وحون فرت كف في قصيدنا علي مركو سدالها إلى حلق دون تسيه مشاس كالحميسة من أبغض خلق الله إليه من أبغض خلق الله إليه إلهي أنك سكو أغن عبي خوارس كترسنيو هم من أبغض خلق الله خلق إلهي كو أغن عبي كمدين رواية بقيدس من تكساريس أبغض خلق الله وهي رواية أورانيس منهم محاكم ماذا أسود ننمذو ننمذو بكم إنك أضج عن طيان على أنك أي جنب على الله يدي ندير بو حاجة كله أمذو قعنتنا قعنت على أنك أسد كله ورورا إحدى يديه لبيس قعمو مدو طبيو شات نف أري عند ذي بد مدو أماش ناس كي بد مدو طبيو شات طبيو ناس كا نفكا أريكا أصل طبيعة الله استعماله دقاء الناس كيس إيه هرم عتكي اللي باحي الناس هو ضايع اللي جاده طبيعة اللي جاده
ميلا ميلها ثدي ضرعي حيوان كان الله استعماله. إحدى يدي ليس كعمل مد كم ذا طبي شات نيف أري الناس كيف مودة أو حلمة ثدي أمان ناس ابتي بن مودة. فلما قتلهم علي بن أبي طالب مركو دلي قال وحجري أولا ينمن كاس انظروا إيجا وبارا تلمانتو نجم نجسي كذا حبارا فنظروا ويفيريان فلم يجدوا شيئا ويواني كنا نبي وتلمام مركو روي. فقال وحجري ارجعوا الله بتمسمين سبحانه بارا وحمايدا بارني فوالله الله أنكو دارتي ما كذبت أنا بين مشيقين ولا كذبت بين اللي مشي والحديث كايدين شيئا وحنه بوي نبي محمد بين مشيقين وأنا كعاجية هاي سبحانه وحبار نمكو ونمكي تلمانتو وانو هاي الناي مرتين لبشر بسيدنا علي سيدا أو ثلاثة أما صدح قور ثم وجدوه أسقي بي هلين في خريبة مال تبط أي كهلين تبط أي كهلين مال فرق ودقن أهانجر تبيك دح هلين سوء نمان طبانا أهو سيه. فأتوا به وإلي مدن ويكين حتى وضعوه إلى إسود لقين بين يدي سيدنا علي هرتي سيسود لقين ميت كيسي. قال عبيد الله وحلم ابن برافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا حاضر ذلك من امرهم ما وحل قش تقال كان اجيب عبيد الله وانا حاضر انا وجوب جوك بان ذلك ارنكس من امر من صفتهم وقتالهم يا سيد الله لنك غانت علان قالها يا وقول علي وقول علي فيهم يا علي ما انك وحو كير جوب جوك بان وسو تلمام يا عرامته مسلمين كو عرابيه جند بن عبد الله البجلي وذاك قيب قاتبه كشكي ما كنا منك لو تغي او الى لد لا ديري وان منك لسو اوغادي يا وحان تقني بر إلاده كجر جند عبد الله البجري نمنك وحان ركيب ونك قرآن كأخرنا هي متك تاجن متك سجود سن وحد موسى هون كسب بحي ماشي دقيهين شني إنا ماشي كوه هاي سطو مرب جوعة نمن ما نقدر صومن هبي كدون تاجن مركز عن شكيبور حارشون نمنكن قال الذي النبي بشيء أما خوارج نبي ما بقى هي أما علي دن سوا خلدي فرس كيبان كدقيبور صلاة الحاج عن قليبور إله وحي عضي أنا قعمها تاج إلى عدد كهاي وعلي صوم مريب والصعدة حلم شكي بعد قبتها إن كيم برشكي أنا كسر أي صور دقائق إلى يبان قدرت وأيج جند مركي باشي الله دجال الله مين منك إذا ما ذين وعلي أجري طبعا نجد لي مايا طبعا نكفي جم يس أو حدا إسكاني يشكي قب حي واجد أمنا عائشة وريسنج جند بيو عبد الله من الشداد يتابعين تي صحابة يجيب جوج جابي أدو وريسنجرت وحين أورن جرت عمالك وعلي النبي حديثك وشجع أنا بلشوا جي لكن كوك هلا إني يهمن موداي زاد يونس وحقد الرواية ديسة يونس بن عبد الأعلى وأبو طاهر أوسن شيجين وي في روايته وقد راي وكردي قال بكر وحر وحدثني رجل نبا إيه ورمي عن ابن حنين إيه ورمي أنه قال إنه يري رأيت ذلك الأسود عبد الله بن حنين أصنع وحر أنا بأركين كام ذو إمالك قعنت على أنك على يا سيدنا علي وماشى كسوه لي انت امرك واسكو عرابنتي لسكو عرابني نمنك ان لا دغالمه لو جهادو ان لو جهادو لا دغالمه انه واجب تاينا واجماع المسلمين لم يختلف في ذا وجوب ذلك الجهاد اثنان من المسلمين تامرا ما له مساله اجماعي. باب الخوارج شر الخلق والخليق وابن وريين بل ان دمينا عاو سو انت انكم در بينك هارين باول الخوارج شر الخلق والخليقه خوارج تو ان خلقك انك يا ادم اشر بدن يوح والله ابو ريب خلقي خليقه واسكمت خلقي خليقه واسكمت من وحده والله كلا قادي كتاب الايمان بينك سمري حدثنا شيبان بن فروخ الحبطي حدثنا سليمان بن الغيرة المخزومي القيس عفوا حدثنا حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامد عن ابي ذر ابي ذر صحابه ورنا اسكمت وحن سمري سيدنا يا أبي سعيد حديثك سأل أسوعي علي بأن صومر هدنا أبو ذر بن مرينا صحابي قال أن صومر حديث داريت علي يا أبو سعيد ما يمحاك له صوهر مري بلدبه فيرية حانم مرينا يا إنا صحابك له صومر مالك لغا صوته قد حديثك هوري جعراني عبد الله المسعود مالك لغا صوته عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال حسابي وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بعدي من أمتي أنا قال شيء أمضي ذو حاك أهان دون أو سيكون بعدي من أمتي أمضي ذو حاك سود حبود دونه إمن دون أنا قال شيء نبي حدنا هاي
قوم قوليو يقرؤون القرآن وقرآن كالدريرين دون أخرين دون لا يجاوز أسوهم دافين حلاقيمهم جمع حلقوب دون تطان دافين ينقرقوا ذا يخرجون من الدين إسلام كي كبح هيا كما يمرق السهم اللي بكسو أغسي بتو أغدسو من الرمية ميشو لقود أفطي ثم لا يعودون قصو نغن ما ينثيه في الإسلام ويكبح هيا كما نصو نغن أيا هم أيقو شر الخلق أونك آدمه كو شر بدن وي والخليقة بن آدم كبا الخلق أون كورن بلوجدة والخليقة بن آدم كلوجدة أنا والله شيء شر الخلق أون كورن بأخر شر بدنين أخر دنين يا والخليقة آدمها بقى حديث أبي سعيد وحكيم عند أحمد فاقتلوهم هم شر البرية لا يا وحي ربي أبو ريب أشر بدنين قال ابن سامد وحيدي فلقيت وحان لكل مرافع ابن عمرو الغفاري بان لكل مي اخ الحكم ابن عمرو الغفاري هو صحابي كالولاكي قلت وحاني لبولي ما حديث سمعته من ابي ذر حي حديث ان كم مغلى ابو ذر وكذا وكذا الشيخ خوارجه المامي اروح علمي ما هيسه فذكرت وحان اشيك له لرافع ابن عمرو الغفاري وحان اشيك هذا الحديث حديث ابو ذر ان كم مغلى بان اشيك فقال وحوري صحابي رافع بن عمرو الغفاري أها وأنا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم محل أبو ذر كشيقي أنا أبو النبي كم أغلي إذن لفظك ثم لا يعودون فيه يمرقون من الإسلام يهم شر الخلق والخليقة يفقتنهم شر البرية وأدلة اللوح جيزته في تكفيرهم إيو لا أقتلنهم أدان هيرو قتل عاد وثمود هي عاد محلو دلي أو لقول لا يي أو إله يكر رقي أو لقول هلا يغي و عذاب استئصال بها محي إذن كفر يقالمو وصول نبي قسكو شبه شواهيد بو وضع شيخ مركة هذا حدثنا أبو بكر الشيبة قال حدثنا علي بن مسر القرشي عن الشيباني أبو إسحاق الشيباني عن يسير ابن عمرو انه تابع كبير يا الله بدن ياي صحابي انه يعني والله شيء يسير ابن جابر ابن عمرو والله اخر يا لبكون شن بقول افرتني لبو كو ايمان دونا اسقو مسلم كو ورنيا كدغيا مغعيسا يسير ابن جابر هذا نوحو كو يمد يسير ابن عمرو يسير يا يسير بو والله اخر يا لبدا مغعب وا لبدا قاب وا لو هغديا مغعيسا أبيه وابن عمرو أوجن وجابر مربى لوتيري أوجو ليادا أسير ابن جابر أما يسير ابن جابر سيدا صحنا وحوي أسير أما يسير ابن عمرو ابن جابر وي بركني قال سقى إنه صحابي هاي أبو نعيم رقب الرجحة يسير ابن عمرو إنه صحابي رقب الرجحة لكن حلوب إنه تابع كبير هاي نبي كان وسوق قاري نبي محمد بعد نتيبه أنا تبنجرة لكن ما رد توفي النبي وأنا ابن 10 سنين مركا وننسى حابي نقول قال حقه داء ذي عمرقة نوين وي صدرت صحابة رمبو حكوري كبارو 10 ذا كل وسوق قال نون رواية كل ينمو سقولي عمر بعض حكوري يا علي قال وحول إنك تابعك أما صحابك سألت سالم بن حنيف بن ويدية رضي الله تعالى عنهم محمد هل سمعت النبي صبرها ما قشط الله عليه وسلم يذكر الخوارج سو خوارج الشيق يحلق صوب حيان يتلمامو ذا كشكيني فقال حول سمعته نبي كان كم مقلي وأشار وحم ذاري بيدك عنده كم ذاري نحو المشرق حق بري بفرت أتاق بري مدينة مكة جوز بري هذا وعراق مدينة الجوجا هي حجاز حجاز مكة الجوجا بري واحد وعراق ويسوي حفهان مركب فتنته ونبيك الشيغي الفتنة منها هنا ونبيك بريبك عن تؤتها بإجماع أهل القبلة واللغة والحديث وحاوي واللغوين وأصحاب المعاجم ومعرفته البلاد والأراضي أصحاب الجغرافيا ونحن يسكون راعين المشرق هي عراق قولي مشركين تاي وهبي سيين وحيدين مشرق وحاوي والنجد درعيئي بريدية قسيم وي ميشو كسو بودي إن عبد الوهاب إسكيني ما يساعد إن عبد الوهاب توحيد بالليم إذا ما شركي قالموا الليم أفر مسألو إذن لك أنا كلي إن عبد الوهاب وحكى لما سكرني أو قد قالمي أو بورك كتشف أفر مسألو إذنك باب بإسير إلهينا وقالار دقي نبي محمد الفريسي مسلمين أسكر راعيد أو تقطمتين بورك كتبان نبي
إلهي كلي إلا عابده وتوحيد كلابرتو شركه ولا قفقة هذا هم إلهي كلي إنك عابده مسلم ولا الله قد قتوا مش هيكنا لقوا يلانا تقال الله وما إنتهى أفرت مسره إلهي كلي إلا عابده إلهي كلي إنك عابده الله حيده وقعل يوي الله قد قتوا شركه إلا برتو الله إسكيل عليه مش هيكنا الله تكفير ولا لنا تقال وعقله سكر لي حاجة فقيه وبدأ الحنبلية يدك شافعي أصنع حنبلية ومحبي يمرك أفرت ملابس سني قال لقاطوي مسألك لما كيرين ما أنت أصلا نقطة دين شيطان نيك كذا أنت سوى دين شيطان مسلم معها وحبي يسون عشر كفارين عشان يسكون لقينين وحبك صعون معي فكمان أنت وإله كل يعبد شركة إسكي إلالية أهل توحيدك والله كهدك تيم مسلمين مشركين تنكبر النقضة ضاد تبرها تبرها شأننا وران كده أنت كجلي محاكوا شبه بليش يقعدوا حاكوا شبه ضاد ضمير نقطة ومشكلة موقت ورهضان دون تل أبيب عن كي ماذا إن عبد الله تل أبيب هكسب بعض أفر تامس إنك كولي من حكولي من تيو الأنبياء والرسل بكولي عجل مرايات وأشار نحو المشرق مركز كاي مشرق يعني لغو قادين آخر كتب اللغات يم عاجم تي كتب التواريخ قوم قل يو يا صبح الدون أبو النبي كم النبي ولا أبو يان مغلب ولا أصوغ عن تكفي قي قوم قل يو يقرأون القرآن حقيقة صبح إن من كان مرك إن من كان خوارج النبي عن تكفي حقيقة صبح إن عراق بكي مادي بري متى من زمان بري مدينوي سو عفامة يقرأون القرآن وقرآن كي آخرنا يان بألس عرب كي عرب وذي كوا خنايا لا يعد مضاف القرآن كم طلاب يتراقيهم رومه وذي كالعمود يمرقون وحكسي بنايا من الدين الإسلام ككسي بنايا كما يمرق السهم اللي بكسوه قسيب من الرمية ماشوا الغرف تام لغو جناي وحدثنا وحكى عندك النوت أبو كامل الجحدر فضيل بن حسين حدثنا عبد الواحد بن زياد العبدي حدثنا سليمان الشيباني أبو إسحاق الشيباني وهي بهذا الإسناد سنة كذا المرة يسين عبد الواحد كوريوي وقال وحني عبد الواحد صياد صقر بي يخرج منه مشرق وحكسه بودنا أقوام قليو بكسه بودي إلى آخر الحديث يقرأ القرآن بألسنة لا يعد تراقيهم إلى آخر الحديث وحدثنا أبكنا بشيبة وإسحاق جميعا عن يزيد بيكونني حديثك يزيد من هارون وي لبدأ وداد بأ قال أبو بكر وحور من بشيبة حدثنا يزيد من هارون الواسطي عن عوام بن حوشب حدثنا أبو إسحاق الشيباني سليمان كذا المريسين وي عن أسير ابن عمرو هرانو حطوم برتاسوغو يسير عن سعيد بن حنيف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتيه وحاورير دونه يتيه وحاد ديوب دونه وحاد سليل دونه ودين كل قوة تيها الليلة التحير في الدين يتيه وحاورير دونه قوم قليو قبل المشرح حق باري كإيمان ايا ايا دين كورير دونه محلقة رؤوسهم مضحوا أم الكيسين والله حير أو سينتا على من وحيوين سينتا أو مضح حيرتا إلى آخر الحديث مرك حديث كان خوارج يتناول قصاب سن نبقى وحكوري أكثر من 25 صحابيا صحابة بعضهم كودن وكسرين حديث تاسي طرق متعددة كقتل ما ده كل جود وحنا أطريق من حديث كعم علي إيو حديث كأبي سعيد صدقت اللي بدأ حديث بخاري مسلم با طرق ذو ذوي فرعيات آد بيو وضبط قليل إلى وأحمد جيلي حديث قصة أوري في صفة الخوارج وضعيفة ما بجري أحمد أوجري مرنا أوجري طبعا حديث باكو أصحدي في صفة الخوارج طبعا كحديث بضن كون بخاري مسلم ووريين وحير بيكتاقي مرك حديث خوارج تلمان طوضي وحكم كوضا قصة أبسن من حيث الظاهر ومقطوع بصحته ثابت عن النبي تواترا ويقينا وضرورة نبي محبه كسوغيها ومقطوع ننكي مركا دان فنك حديثك أقون وكو قرسومي كراه وتواترك خبرك انفطرك أهين ننكو سوغان وكجاهل نغون كراه لكن من حيث السنة وشي نبي محبه كسوغان مقطوع سيد قرآن كاللووري أو كاللووري حديثك لباطني شان صحابي إنه كبطانا والغيابة هدي هذا الله جمعيه إنه يصدنا ما فرطان قاران بادعي كرت لكن إنت حفاظه اسكوش وريين كتبتنا كل شيء بانيدين سوق قابيه قضية دمرك خوارجته هدان خلاصينه زمان كي صوب بحيني حلق صوب بحيني صحابي كو جهادي قاب كله الله يتاسع وليس بطان مصي لها تلمامه النبي وكب حيانا إذن كفلا
وحاد إيرعة خوارج سوا لبقي ودمك الله في ريو دنكا حكم كودا إسلام كي يقال لماذا مك الله في ريو عيمد دل برد بهينا والله بقي بود قيبته رانكوه ريو خوارج سوا حلو قيبية خوارج لسكوا فقسين يقال لماذا إيو كوا مورن كتاغن يهي قال لماذا إن قالين كوا مورن كتيرين باجرا كوا مورن باكتاغن كوا آن خلاف يمرن إسمان رافو سنكتي إن قالين كوا أثوم مرتين باكمدا كوا نبي محمد دري حديث كأبي سعيد أتقصهم مرتين حديث كعبلان مسعود أتقصهم مرتين نمنك نبي كالدري أي نبي محمد وعداد ماذا قل رغمين اعدل فإنك لم تعدل إلهي با كفار قرصور يا عدالة حقنا ما ظن صمينين النبي خبت وخسرت كو رنجري كو نبي قد درور في حياتي النولا أما اللبن هن نقدن أما صدح هن نقدن أما هل نوصول نقدن هن نقدن خبرت النوع عاسة إن إقاليهين ومسألة إجمع خضائب إجمع السوقورية في كتاب علام الحديث في شرح صحيح البخاري كو النوع عن إن إقاليه مرم ملابور يا كمر مكرا إن محمد دوري ودينك سي وحكا شيغي ونبي خيانو إيو دقر إيو الدين الآن إعداد الركوتومي كامر الملا وحال الله ميدا قوليه خوارج واجد دنبيجي صلاة واجب كمسلمين تقوى والله صلاة رقعت أرورت اللي تكدو يرعت رقعت فيتك اللي تكدو رقعة واحدة بالغداتي وأخرى بالعشي هل رقعت صلاة ما بتجربة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها مالسكو جايده نبي محمد توكا قران قال لي هي قر عند الصوب حيني انت دحين كهر هل رعد قلبك اه انا فيدك يا رعد ورته وحكا ودان واس كسون يراده كو اني غالين وقد تسمى بالاسلام من اجمعت فرق اهل الاسلام كلهم او كلهم اليهين انهم ليسوا بمسلمين حزن بايري وانك اوغو فغه تكفير كعرر عرق اسلام وحكم حبسد شيقتا كو وحي إسلام شفتوا ربا يسكن راعين إذا الكود يسكن راعين قال يهين كونا كم إذا بقول قليم عذلوا الشيغي قليم التناسخيوا الشيغي وزيوا ذي وحا كم إذا قليه يجيلي سورة يوسف قرآن كم ترسنا وحشيكا لدكي إنلو مدالية ما ويلة إلى ذي وهو عشقي وحبي هو الله قال الله ألف الليل والليل وإيه قرآن بما وانا من خوارج كونا إنا قال مران ملا نمانكو كفر النوع عاصو كلا كود عاي أما خوارج هالنقطة، ها أما معزلة هالنقطة، أما صومالي هالنقطة إيه، أما رحم علم بهالنقطة إيه قال إيه، مرة نكون متشر، إيه أنت فاهم بارو ملا، دوا كفتر، أنت أنا قرأت البيلات، خوارج تبغى حلو يقنا، خوارج قال لي مضاد وها، أيسن مرة الله إنه إجماعية، خوارج تكلي وكون، كون نبي محمد أنطورين. أو بكر وعمر أنظرين مهاجرين أنصار أو حبك الشيقين ريب بدر أن تبقلين نبي محمد وضح أسارين هاي سيئو الشيقان أيها لكن علي يا عثمان لحظة نفسنا يؤدن بيسان ولشيسي إيا قاب مامل كريب بن أمية ضنبئيو إسكال الله سيئدي قالات تهين معي لي كتابك ربات كتكتين تحكيم كيسي عدالة بايدن كوير كتابك بات كتكتين نمانكا قال يسين تدوار لسكو خلاف سنية حصي يشي خطابي حمد بن سليمان والقرنيسان أبو سليمان إيو قوام السنة أبو القاسم وحيسو قوريين في شرح صحيح البخاري حيسو قوري إجماع المسلمين وكذلك ابن بطال في شرح صحيح البخاري مسلمين تونا يكون إجماع النمان كان يسان قال أهي ويهين طائفة من أهل البدعي أين ماذا أفرت أبو حنيفية مالك يشافعي أحمد يأمة الأمصار ليث يشاف أوزاعي رجل متك سفيان الثوري ابن عييني طبق قذاس واحد تكفير الله جاه يجون متشره مالك بأقرن وحديث من حمى علينا سلاح فليس منا أي كحم باري جري إلى تجعو بعد كفارا يضرب بعضكم رغاء بعضا يو كحم باري جري حرورية كفسر جري واجرة قليها صيغ إجماع يسوع كوري لكن وحال لسكو وافقي أو ليري قليها لسكو خلاف سن ياي وقليها أن كرد عن كفر كالي أن لا إيمانين أن كلية مسلمين تديقوا أن يبنيستان بتاويل فاسد حولها إقاتان قليها يو أركين عدالة رينا كرد عن التكفيرين شري
محكمة الأولى يوحي لها المالاء ويوحي خلاف كتاغين يهي إجماع خدابي وسوقوري يمنك قوام السنة ويتخدابي كل راعينا ما السقنو بيليه هاي إلي بخاري بقبيني قاليه أبو عبد الله البخاري أيا قبا في صحيحه محايا إلي وحكوك يعني أحاديث الخوارج يا أبواب طوضي بكوك يعني في كتاب استتابة المرتدين مسلمين المتأولين تانا قولوا صار عيقونا في باب الرد وكوك يعني باب من ترك قتل الخوارج والملحدين تأليفا بوري تأليفا ملحدين عيقوا زراعيي باب الرد وكوك يعني استتابة المرتدين حافظك بحور البخاري وحوقه وإنه قال إيه سان كنا قال البخاري أبواب تتراجم تسا يقابك حسود بردقه رق بضان بيك كم موقعنا إسا أقوى شوض إنه منك إنه قال إيه تاسي مركا وحكم كوضو قاضي ابن عربة كتاقي أبو العباس القرطبة أسوكم مري رق بضان بان ميشا مري ظاهر النصوص نوحاوي إنه قال إيه صحابي لكن تكفيري ما هينه سيدنا علي وحاكا سوغان إن لا يريخ نمكن نهراء كلين يا خوارجتها كورا مقالا مركز من الشرك فروا قال لي بك عرين سي قالوا ينبول وحالي من منافقين با وحور منافقين ماها منافقه هم يذكرون الله كثيرا بول منافق حلوية قالنا إلا قليلا محيهين خوارجتها ديسا قالاهين منافقين ناهين محيهين وحلوى قوم بغوا علينا فقاتلناهم فنصرنا عليه إخواننا كما سمعنا علي سكيل علي لم يقل في الخوارج إخواننا مدهن وحاكسوا كان سيدنا علي قوم بغوا علينا وقلين واحد قدبي فقاتلناهم فنصرنا عليهم يوحي لها المال نمانك وكيدي ولا لها أنه وكيدي وري شام أصحاب الجمل طلحية الزبير عايشي هو يده إيه نمانك الرئيس فينا معاوية عيدا كيسي بالا ويديي مقاسوا وإخواننا بغوا علينا ووراهم وقحت كتبوا وانا اسكعليني إخواننا وفي في البغاتي في البغاتي لا في الخوارج أما خوارج حكير وقوم بغوا علينا ساوك لفهم عمار بن ياسر بامان يقول الله دقال الله يقول يا حرة وحيدة هذه قد كفر أهل الشام مركز الله تقول كفر أهل الشام ولكن قولوا فسق أهل الشام فرسوك لقال هديم رأى أهل الشام ويقالوا بيني وهذا هذان فسق بيكد عين وطاعة الإمام بكب عين ومعصية يكد عين لها إذن لبدا مثلا لسكو ما خلطو سيدنا هنو قوتو حوي سيدنا أبي إمامة الباهلي في السنن أحاديث كتمت أي وحالك فهمها يا إنو أسوق بي خوارجنا قاليه مسلمين بيهان جرين وين كبحين تاسا لؤوا يا هيا أحاديث الخوارج وكلاب أهل النار الآد بأوري صحابي قاس من حيث الصناعة الحديثية آثارتها كثير من سيدنا أبي موت الباهلي لا تصح من حيث النقد الحديثي سيدنا علينا هل كاسهم مري صحابي تكفيري خوارج ما هي النكوي الأولى المحكمة الأولى حقه وحقه تكفيرك من حيث الدليل هذه الله في ريو من حيث الدليل هذه اللي إيقو ظاهرك وحوي إني قالي حق النصوص طوي أبو عبد الله البخاري نقر لي إذن قواس وقوة لسكو خلافي قوة لسكو خلافي نوائدين شيء حق عيمد بردبيدة والله بقي بوت خوارج منصوص عليهم أو تلمان تدن نبكو الشيء أو لبردبي حلق صوب حيان إذا الله دقال الله ميس نينك كجيرة ماشي كل أنا يوحد رمب الله شرحي وقوة يا خوارج اجتهادية اللي دادو أذوق مركز في رسالة كودي يقابك وحصة مينها يعني اعتقاد كودي حكم كودات في رسالة حكومة رئيسه إني قال إني خوارجه ليبكون هل كانوا كتاقين يعني الخوارج بالرأي والاجتهاد الخوارج بالنص والدليل معها تاسو ليبك كتاقين واتهاد لسكو ترطوره اللي هاي يبقى خوارج للأرض هاي وقوله إسا قيليهين قوله دورة خوارج وي وقال مقاشان بإلا تباشو ماشو مريس تيلاس عرضوا خوارج معايا لي وحيكو بحين حاكمك مسلم كاية مصبيحي وركزوا ما إزاك هل قاسي هذا مريس قوله هوي مرك حسن قرد دبتا قنانا هي معايا ليهين حسن إنك لدك علمه
أما رأيكم معارضة أما حبت كل تاسونا وخارجي كوضر أصعب بين وركاس ويجرى حمزة عبد بريعيد كيزيو قل ياك اسمي فردي يكون يروف يكون ملا فردي هاوشا آدس كجا إلالية الخوارج بالرأي والاجتهاد وحلقة قبائل هاي روحوا خارج كنا عطيسه مع خارج الغنى قضاء خارج وحال الغنى قضاء لبا مسأله من نوع عقيده من نوع سياسات مدى سياسات عن كوهر مريو ملحوين مسلم أو كتاب الرب جاي حكمة سنة النبي محمد كردق ما أو عادلة أن سنة بالكمرين كتابنا بالكمرين هداد كوب حضو أضلاع دجالنتو محاطة خارجون خارج والقرآن كرا كتاب الرب جاي كردق ما من سورة الفاتحة إلى سورة الناس سنة كردق ما سنة سلفيا وكتابك الرب يكهلية كامرقاتة يدور معه حيثما دار كعمر بن عبد العزيز ثم قرر ريزار ننكبح خارج والأوران كراء وانا خروجك سياسي قاب كم كتب فانتا إمام جائرة ما همت قال من حوين الجائرة وكتابك الرب يكون رغم حوانا كبت بوده سنة يكون رغم حقا إحدى حق الدقالة حق المملكة حق عدالة لكن ولي أن قالوا بين كوا كبح الله دقال لما إن خوارج الأوران دليل ملها دليل ملها هذا وحاكم مسلمة صلاة دعوغة دين تقول رقمة كتابك الرب يدقن قليا لكن حوو فارق قبيل لكي فيانا بنان إن أذيرسي تقال هبلو مقعو كانوا رم علينا كويري كانوا شريف أبدي كان وهوية سو شقذا سي كان وضاروه دلع سي كتابك مايا ويلقون من تحاكم بيجا قاب حيوه كم عصي يستدين تا لكن بدن كده وقول رقما كتابك الرب جين محيوية هاي دستور سنة المحيوطة هاي دستور الدين وحنا كوفري طاغوت دستور قانون حير صومالية دي حير كاس نك كبحة هم جائر كا مسلم كناها إنه يا خارجي هي دليل ما لها سلف كان لقى سهيل ما هي حالي بقى لقى وريا هذا إمام عادل كوب بحانا لا دع الله مغصا كالية هذا إمام جائر كوب بحانا لا ما دع الله مكرتات قرب استاق أيق ورقوت فانتين بيلتا مع قوزاري كوا خروجك سياسي يقول ما خارج النقطة ما خد كوب حضو إمام عادل بقول كيف بقول خروج كسياسي كسيدا بقول خروج كعقد دقاء وحولي هاي لبط المامود إن الله تمادو مسألة إن الخلاف طول قطم وطم مسألة معلوم بالدين بالضرورة ومدنا قد تكفير سوء يا إما إن الدنوب توحب تكفير سوء لبضا سوي قوليها تكفيرين يا خوارجتي بالنص تكفيريني وعيلي نمان كوحانو كو تكفيرينينا وحي قاليسيين ضد له بإسلام نموه بالقطع واليقين وأه أصحاب رسول الله أهل بيعة الرضوان أصحاب أحد وبدر بيتكفيريني إني المسلمين محمله ومسلمه إني إيمان خود لمن باولي بلو علي عثمان رق الله متكا وين تكفيرية من علم إسلامه بقطع ويقين نينك تكفيرية فهو كافر بيلي هذا أب إسلام نمدي سهوري وحن مركا قيل قيلي وحن معالهين يدنوبي هذا اجتهاد كذا أنا قلت تكفير الصف بعد قيام الحجة والغوط تكفير قال بات كنو قم بيلي رأي قاس نينك تأسيش دين كاركتا وخارج معتقدا وحاقلوا خارج معتقدا من يكفر الناس بالذنوب من يكفر الناس بالذنوب كوش محمود نور عثمان وابان كحكونا إني خوارج محمود كحكونا وعسكنا فرقا قضب كران وعسكنا محوها وحي عقيدة كدكتين إن المسلمين يكون تكفيريان شيء هي لهو بأنه إسلامي هاي بالقطع واليقين محمود كودنا
وحي كلين شعائر الإسلام لا إله إلا الله محمد الرسول إنك إلى هذا إيه تكنية إيه زكينية إيه حجينية إيه سومية إسلام أصح ما هي مسلمنا ما إلى أن نكسحنه شروط لإله هذا سديد أما تضبع أن كسحنه وحي حلق النبي محمد الإسلام اللي قصوا قلي تشيرينا ما أنت اللي قصوا قلي ما يتاقيه نبي حلقوا تاقنا أبو بكر عمر تشوقين إسلام محلق قصوا قلي تشيرين لا إله إلا الله محمد رسول الله النطق بالشهادتين يا شعائر الإسلام كل التزام حسب القدرة والمكنة أي اللي قصوا قلي تشيرين هاوشي ما أنت ما تشيرتي دهين هذا طبعا قرى شهادت أو صنطو صلاة أو واحد حتى كنا نقطة زي كذا آف الرقضة أضيكو طالة ولي مسلم متيت أدونك واس بدلي أصل من أصل من أصول الدين لا يتخصص ولا يتقيد بالزمن أو أشخاص أو حوال بوحكادقين مسألة خاضعة للزمان والأحوال والأشخاص تتغير الفتوى التغير بحسب تغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص بإداده إذن والتغيير يتبديل الدين كله ويقبال إن إسلام لو حكم أحد كشاتين كالليمد شاتين كدم التزام إن إسلام لو حكم هدان قال لمن لقوق بحد ذاته ومسألة معلوم من الدين بالضرورة من كشاتين كالليمد قال لمهران لقوق من هذا كم وقتنا أي سنجرين وحنك احتراز يا خلاف كحنفية ضعيف كهاي قال لي مر لقوم أوجو وحدا كان بغنا مجرو شعار الإسلام بموجسنا هيا ظاهر وي إن إسلام لو حكمه ومسألة معلوم من الدين بالضرورة أيقونا وحكم ما هيا وحي اللي قلنا محمد دين كل جسوا قال يترينا لجسوا قال ما هي ما أنت يتاعيه نمان كاس لان كاس وحنا كذا حكمنا هي إن خوارج معتقدا إسكالالي أو شعيرا وحن مركب منها اللي أرد هاي ضارود يهوي يساق إسلام أرد هاي وحكجر مجر محايل حاكم إسلام ما عينه حكجر حاكم إسلام قال له خروج هاي حاكم سياسي وعادل أما مسلم يا نوايزا شيخة عن كان نقاشني حكجر قوة اللي هو بحا واجب أو الوجه هذا هذه تبر الله هيو باج مركز سياسي دلوس كتر طور هاي إسكا إلالية خروج كسياسي قا شرد يسوى إن إمام كوي هاي عادل يحكم كتاب الله وسنة رسوله بحذافيرها مت كمعتقد كأنا وإن أذكر عضو قلومد كوكا ليسيسو مسألة معلوم من الدين بالضرورة حاجة عكسية كذا بنك كله كنقيض كذا هذا مثلاً نقيض بنك ذا كله يا كاسحن تحسنا تكفيرك مركا أبانا يا إن مركا حجده الوقمة ومسألة سمعية ضرورة أكتين هذا المركا ذو ملايين يسروحين حجده كقنطينا وحلوية قلنا وأن العلم له حكما أو حقيقة مثلا دوي بهذي مثلا لو كلا بحي إسكا إلالية وحن سياسة ده خوارج خلاص كوت إذا عهل الأرض هاي يا حسن قلت أولي هاي علماء إيه شكتي علماء كل شكتي أباها إلا بفيري ومن مسلمين بسواء قالوا أيها أباها إلا بفيري لأن ننك هذه هذا كتائر سن أدو يجي كتاب ربي مرابو ومحان ربا يدين كرون شيخ الصومالي يدير يدارو دي أشرافي واحد إساق ضدن النقضي منين ما أنت هيا أدهي سالي كتاب ربي قلت لي حبين تقول شيخ إساق حقيقة شو ننك كتاب ربي قلت لي كتاب ربي جل ما تلين أيه دستور با تلين ديمقراطية تلين ساسان الغوص والدور تبي إدين تاجين سياسي ملحدين متكارجيس إدين شوكة متكدين فدي كسمائي وكفدي مقدش معي تاجي دستور با تلين ديمقراطية تلين وأقوم أنك أوران كر كتاب قرآن تللي كروس مصر سباق فكناي ما هو نسوي شيء إذن حقيقة خوارج شوكة خوارج وحالقها الله مركز هذا النقطة هاي إمام عادلة وكتابك الرب جاء ماذا حسارنا أو سنة كل رقم هاي أو دين كانوا هو جامين هي وذات كشيخ سوما وحب هاي أيدي نين دستوريا بين الكورية الديمقراطية قانون وطا مسلم وذات كييدي أسأل أباهن قبضوا أمهرسن إلا غفير صدو قبضوا قبا إن دي بلو فيريو
سوبها هسقى حنوصل وجرن ميال الذي خلد هيا كلابح كتاب كربي جاي بقى محوطر هذا كتاب كربي جنينك الريحي إذا سور صور لك تقرمو مسلم نقضي قرمو مسلم يا إيش هذا يدك بل إيش هذا نيجي كتاب كربي جاي ديدن إن أقلاي أبي كتاب على قدر لي هو يدي بالوجو قرصدي أنت سلوكو صور دق ماي شافعي أنا هاي ما أقلو وروح عن إسكدة مرايكني رجل كورو دوبيره من هاتش النص صدق باجور هذا النص صار بخاري واقع كتاب القرآن كهال وإذا ده هو أنا كهال دين نويجت أقوله أنا عام يبات إسكافريسو جامع بعض السمة دي هؤلاء هذه إنجوج إسكافوادو محاط الله مسلم تكودي بيرقاتها وذات كذا دن دن لها يحقو شيء لما أتفي ابن تكوش شيء هتو سنجاق قال سنين كامل مسلم سنو وإن كنت لسوشيك بأنت أمد دكت داي نيوال بدينك انتو كي يقان ناكرون شيك بأنت رأي لدنك أخبه هاب مودينا ديري الدارات سياسة دحونا كوضان صوماليا بأن ويحبك مجران دولة إسلام وحيو قدن بيسي إمارات كإسلام كأها يدور بقولو السنة كباب بايباريك يحبها صوماليا قدن بيسي كتاب رب يكون رقم جر تي أذن عدن مسلم هاي تي إنا هاي تي محاسد بران مسلم هين تي عبد القاسم سلاط بان مسلم هين تي شريف أحمد بان مسلم هين محاكو حيقى تي إينا إيه عبد الله يسف بان مسلم هين محاكو دم بيس فرماجو تي سال مسلم هين قرقر تي سال مسلم هين قليه هو قرقر تي كحراقين وحيدا نكون دارو مبعوة شكتا كان قرقر تي حسن محان حسن حسن شيخ محمد هذا بقاطع لكن مسلمي أقاده والله أعلم.